قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. في مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات الفرنسية، كشف وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان توما أن بريطانيا كانت تحضر المسلحين لغزو سوريا قبل عامين من بدء الأزمة في سوريا عام 2011، موضحاً أنه التقى قبل سنتين بمسؤولين بريطانيين اعترفوا له بأنهم كانوا يعدون شيئاً في سوريا، وبأن بلادهم كانت تحضر حتى يغزو المسلحون سوريا، حتى أنهم طلبوا منه بحجة أنه كان وزيراً للخارجية أن يشارك معهم، لكنه رفض. ولفت دوما في حديثه التلفزيوني إلى أن خطة ضرب سوريا كانت مجهزة ومصممة ومنظمة منذ وقت بعيد قبل الأحداث التي وقعت في عام 2011، مؤكداً أن الهدف هو الإطاحة بالحكومة السورية لأنها تعلن العداء لإسرائيل، كاشفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال له منذ فترة طويلة: سنحاول التفاهم مع الدول المجاورة، والذين لن يتفقوا معنا سنضربهم في عمقهم. ما كشفه الوزير الفرنسي السابق يضاف إليه تحركات على الأرض من إعلان واشنطن وعدد من الدول الغربية والإقليمية تسليح المجموعات الإرهابية، وهو أمر ارتفعت وتيرته خلال الأيام الماضية. إذن هذه كلها بضع من الحقائق التي تتكشف يوماً بعد يوم، والتي بات الجميع على يقين بها، ولكن وجب التذكير لمن أراد التناسي عمداً. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون.